مبسوطين، آه مبسوطين، الأداء كويس والتسديد كويس والشوت كويس واللعب على المرمى كويس وشكلنا كويس، شكلنا كويس كويس يعني بصراحة، يعني مهددين بشكل حلو، يعني ضغطين مستحوذين مهددين مسددين، زيزو بيشوط، فتوح بيشوط، إمام بيشوط، مرموش بيشوط، مصطفى بيشوط، الجناب شغالة والدنيا حلوة. تمام. ومش هقول لك لعيب وحش، يعني ما في لعيبة مش موفقة يا جماعة، يعني ياما ماتشات ما كناش موفقين فيها يعني، بس المجموعة بتشيل يعني بتشيل، لكن في حاجات برضو صح لازم نقولها يعني، يعني انت تبدأ بمران عطية في وسط الملعب بالشكل ده مكسر الدنيا، مكسر الدنيا ما شاء الله، ما عندوش ولا غلطة، تمريرة واحدة ولا تمريرتين طول المباراة، وتمريرات مؤثرة، مش هو اللي بياخدها الدقيقة اللي تحت والدقيقة اللي جنبه، لا ده تمريرات طويلة، تمريرات مؤثرة، تمريرات بينية، قطع كرات، وحاجة جميلة جدا يعني. فرض نفسه على تشكيلة المنتخب. لما الناس تصرخ وتقول ان مروان يبدا اساسي ليس تقليلا من النني على الاطلاق. لا طبعا. النني لعيب عظيم وجميل ومحترف في الارسنال وحد انا بحبه على المستوى الشخصي جدا. محترف بس مش بيلعب. واضح ان عدم لعبه المباريات بيأثر جدا يعني. ومروان رجليه في الملعب بيدب بيها ويدبدب بيها طول الوقت فيكون موجود. إمام برضو لما عاد احتياطي أول مباراة والناس كلها قالت إمام يلعب، فاشتغل الماتش التاني كويس، اشتغل الماتش التالت، أنا بعتقد إن إمام من نجوم المباراة. أنا مش هتكلم على مش هقول على حد وحش خالص، أنا قلت لك حفظ الإيجابي بقى، أنت عايز تحسبها بطريقتك احسبها، أنت عايز تولول ولول، أنا هروح للناس الطيبين الجمال اللي بيدعوا، وإن شاء الله بنكسب بدعاء الوالدين، نكسب بدعاء الوالدين ما تفرقش معايا، بدعاء الناس الطيبين ومال وماله يا سيدي، انا مبسوط ان احنا نكسب بدعاء الناس الطيبين، المهم نكسب ونعدي. هتقول لي بس احنا ما كسبناش، بس احنا عدينا او خدنا المركز الثاني وفيها كابتن ملك منتخب مصر. انا هبقى كده الفتره دي، هبقى كده، انا هبقى مصري متطرف جدا الى اقصى درجات التطرف في مصريتي، كابتن ومساند الى اقصى درجات المساند، في سبع نجوم يعني الحاجات الغلط مش هتقولها، هقول لك هكلمك فنيا، هقول لك في اخطاء 1 2 3 4 5 ده جانب فني، لكن لا هروح اهاجم شخص ولا 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 الكلام الفارغ ده، ده احنا من امبارح شغالين على محمد صلاح يا عيني وكانه خاين، وكان الراجل ده يا عيني عمل في مصر اللي ما يتعمل، اللي هم اللي كانوا بيقول لك الفرقه اتحررت لما صلاح ما بقاش موجود ويا ريت ما يلعبش، فلما الراجل مصاب وراح يتعالج وهقول لك بقى ليفربول بعد شويه، سيبنا الدنيا وقعدنا في صلاح يا عيني حتتك بتتك زي ما بيقولوا بشكل غريب وشكل عجيب يعني، بس هو نفس الشعب ده وهم هم نفس الناس دي، بس ناس سنين منهم اللي هم بيدعوا بنية سليمة، ان هو بيدعوا بقلبه مخلص، جمهور الكرة عاطفة يا كابتن، بقول لك ما انت عارف يعني، انت امبارح بقول لك دخل في الجون في الوقت بدل الضيع من الشوط الاولاني، الراجل عمل تغييره حلوه، راح مطلع حمدي فتحي وراح منزل تريزيجيه، وتفتكروا امبارح انا قلت لكم مرموش وتريزيجيه الاثنين يكونوا موجودين في الملعب، تريزيجيه ما يقعدش، وقلت على حساب حمدي فتحي، قلت حمدي مش في افضل حالاته، لكن التكتيك والشكل خلاص من حق الراجل يعني، وقلت برضو انه فتوح مش في فورم مباريات، انا بفضل يكون محمد حمدي، وجهه نظر، بس انا برضو اللي قلت ان غانا هتقرقش موزمبيق وفعلا كانت مقرقشاها، بس ربنا سبحانه وتعالى ما رضاش يخليهم يهضموا عشان احنا نتردم ونوصل نتردم حلو نتردم صح يعني، ونوصل للدور الثاني ولا الدور الثمانية ولا بيسموه دور ايه، دور 16 كده من فضل الله سبحانه وتعالى، لكنه بتبقى في حاجات كده واضحة في الكورة، وفي مدربين يقول لك انا اخلي معايا ورقة رابحة ماشي، وجهات نظر برضو مفيهاش مشكلة، مش يعني مش هنقول غلط ولا حاجة، هنقول برضو صح ماشي مفيش مشاكل يعني، وانا بقول لك احاول اكون ايجابي بس في النقد الفني هنقد فني، لكن لا هخش بقى اصل فيتوريا ده مدرب تعبان ولا الاتحاد ده لازم يرحل ولا لا 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 لا, لا مش هقول الكلام ده مش هقوله خالص، ولا ليه دعوه بيه اليومين دول، انا اللي ليه دعوه بيه ان انا افضل اساند وبعدين اساند وبعدين اساند وبعدين اساند وبعدين اساند، وزي ما قلت في النهايه يبقى الحساب يجمع، لكن دلوقتي ما عنديش حل غير المساند، المهم حزبه غريبه مثل عمنا تريزيجيه، الهي ربنا يبارك لك يا ربنا يكرمك صراحة. ويحفظك يا عم تريزيجيه، خد مانويل جمار زي ما سطرتنا كده بصراحه يعني، فتريزيجيه بدري في الدقيقه 50 راح مسجل هدف التعادل، حلو قوي اتلعبت، حلو قوي 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 من حجازي لتريزيجيه، وتريزيجيه بشماله ما بين رجل الحارس وتمام، وبعدها عمك عاشور يشوط صاروخ في المقص، وابن اللذين الحارس اللي عنده 37 سنه طاير ومطلع من المقص ماشي اوكي الرابط،
مصطفى محمد سوء حظ غريب جدا. الراجل راح دافع بكل الاوراق الهجوميه اللي عنده، يلا يا مصطفى يا فتح، يلا يا كهربا، يلا يا كل الناس انزلوا. الحمد لله انه حافظ على التغيير الاخير، وهقول لك ليه. المهم فضلت المباراة متصعبة، بس احنا احسن. هم خلي بالك، هم الكرة الوحيدة اللي شطوها على الجول في الشوط الاولاني جت جول. الكرة الوحيدة اللي شطوها على الجول ما بين الثلاث خشبات زي ما بيقولوا يعني. غير كده ما لهمش اي تواجد هجوم. ماشي، يقوم بقى ايه مصطفى محمد بات لك يضيع فرصة سهلة جدا، ولكن تيجي الديال الايه الديال الخامسه ولا الرابعه من الوقت بدل الضيع، دي كتير جدا من الوقت بدل الضيع، يقوم ربنا يرزقنا بجون حلو قوي طويله من تريزيجيه. مصطفى محمد ده صعب، جون طالع حاططها من فيه، راح حاططها جون. ثم فاجئنا الفار، قال لك استنى يعمل حاجه، قال لك لا استنى، راح استنينا وراح مستدعي الحكم. حكم الحياة كان هايل كده. أربعة. السلام عليكم، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا قهوة الخواجة. دايما بنقول بتشجع كورة ولا بتشجع نادي؟ أكيد بتشجع كورة. والخواجة معجون كورة، الكابتن أحمد شوبير رافع شعار جديد وهو مساند منتخب مصر. مفيش حد ما بيساندش منتخب مصر يا كابتن أحمد، بس أنت يعني ما ينفعش نشوف الغلط ونقول عليه مش غلط، ما ينفعش إن إحنا في نقد بناء. أنت بتتكلم فني وبتتكلم كورة وبتتكلم يعني تريزي جو ما يقعدش، تريزي أحمد محمود حسن تريزيجين ما يقعدش إطلاقا. أنت بتلعب مباراة، مش عايزين نقول كلمة حياة أو موت عشان كلمة حياة أو موت كلمة كبيرة جدا، لكن أنت بتلعب مباراة مصيرية، مباراة فاصلة، لأن إحنا زي ما حضرتك قلت في بداية الحلقة إن غانا هتقرقش موزمبيق، وغانا مش في أفضل حالاتها لأن هي جابت هدفين من ضربتين جزاء. لكن ربنا سبحانه وتعالى بدعوات ال 120 مليون وشكرا منتخب موزمبيق قدر يتعادل مع منتخب غانا. طب إحنا كمنتخب مصر، منتخب مصر أكبر من ان احنا نطبطب على اللعيبه. اللعيبه لعيبه كبيره وعارفه ان هي تقدر تقول الجماهير مساندها وكل حاجه، بس منتخب مصر صاحب السبع بطولات واكبر المنتخبات الافريقيه والعربيه حصادا للبطوله، يقعد نتابع منتخب غانا وموزمبيق واحنا بنتفرج على مباراه مصر والكاب فيردي، وتطلع تاني بثلاثه بوند من غير ولا فوز، بثلاث تعادلات، كلاكيت 2-2. طب يعني منتخب مصر دفاعه من أسوأ دفاعات البطولة. هتقول لي ليه؟ هقول لك لأن ثلاث مباريات بست أهداف كتير. طب مجموعتك مش يعني أنت بتلعب موزمبيق، بتلعب كابارتي، بتلعب غانا مش في أفضل حالاتها، يعني ست أهداف كتير على حارس مرمى منتخب مصر وعلى دفاع منتخب مصر وروي فيتوريا. يعني نزول كهربا كان برضو تحس إن هو تدبيس لعب احمد ابو الفتوح، تدبيس. اللعيبه لازم تبقى مؤهله للبطوله، اللعيبه لازم تبقى مصنوعه في البطوله. اديله 45 دقيقه، اديله نص ساعه، وبعد كده اديله مباراه حاسمه. هسمع رايك في الكومنتات. تحياتي احمد الخواجه، حبيبي يا خواجه.